ملك من الملوك في زمن من الأزمان أراد الخروج إلى الصيد، يذهب للصيد. قال له الوزير أنا أذهب معك إلى الصيد. قال لا بأس تعال معي. في أول الطريق جرح الملك في إصبعه جرح بسيط. فقال الوزير للملك هذا خير لأن كل ما يصيب المسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره كله خير غضب الملك وأخذ الوزير إلى السجن وقال للوزير مستهزئا يسخر بالوزير قال سجنت قال نعم قال هذا خير لك وخرج الملك في الصيد وهو في الصيد أمسكوا جماعة من الناس ألقوا القبض على الملك قال ماذا تريد قالوا نحن نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة نذبحه للشياطين للأصنام لا هؤلاء أمسكوه وقالوا نحن نريد نذبحك للأصنام قال أنا ملك قالوا أنت أحسن شيء يقدم للأصنام قيدوه يعني ضعوا القيود في يدي عندما وضعوا القيود في يدي وجدوه مجروح الإصبع فقالوا أنت معيب أنت لا تصلح أن تكون قربان للآلهة اتركوه تركوه رجع إلى الوزير وقال صدقت وقال له صدقت هذا قطع خير قال الوزير للملك لا بل أنت الذي صدقت إن سجني خير قال له لماذا السجن خير لك قال له لأن لو كنت معك في
الصيف أنا لست معي، كنت الآن في عداد الأموات. جن مطرية ومعنى جيبان سانية كان رئيسة كان يوم جوحو كيلو هل أي جيبان بسن جيبنيوم بسن جيبنيوم بان كن تلتبوني أي هل كيكام تبيني هل أي جيبوني يوم أمكون يوم نبيني كلامي دل كيوم يوم تصمع نعم بيسان رئيسة نعم كيكام وكي بانا المسلم لا يتطير في الإسلام يجب أن يكون موجود.